حبايب قلبي، فطار جديد. يا رب النهارده الفطار يعجبكم. دي صينيه جلاش الجميله اللي بالجبنه واللحمه المفرومه، تحفه والله العظيم، والفرخه المحشيه والاكل الحلو دوت. يعني بحط حاجات من اللي انتوا بتقولوها على حاجات من عندي كده، وهستنى رايكم برضو في الكومنتات، وتقولوا في الكومنتات نعمل اكل ايه بكره ان شاء الله. يلا يا حبايب قلبي بينا بقى على الفطور. منك صوم؟ لا منك صوم. أرأس كيف أفطر؟ أرأس كيف أفطر؟ وبك أمان؟ وبك أمان؟ ذهب الزمأ؟ ذهب الزمأ؟ وثلاث الأروق؟ وثلاث الأروق؟ بس ثبت الأجر إن شاء الله. ثبت الأجر إن شاء الله. ده بقى؟ معلي فين يا رجالة؟ هذا بابا. ده بلح في اللبن يا جماعة. يلا واحد اثنين ثلاثة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى على النبي نفس الصلاة على النبي. فيديو جديد يا رب يعجب. عملنا لكم النهارده جلاش. عايزه اوريه لكم وعملنا رز وملوخيه وعملنا فراخ وعملنا بتنجان مخلل، ما ننساهوش طبعا. رز بالشعريه تعاون امبارح ده شبه بالظبط. ايوه استني بس. لا جديد يعني. زي تعاون امبارح بالظبط. بابا هتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الشفاء يا رب الرحيم. حبايب قلبنا بعد اذنكم مش هتشوف الليك الحلو الليك الجميل، ويا ريت نوصل ل 150 قبل رمضان. قبل رمضان؟ 200 قبل ما رمضان يخلص قصدك. قبل. يلا يا سلمى قولي عدل يلا. عشان كمان شويه عشان نحبك. ايوه كله. بسم الله يلا يا رجاله. لا. دوب شطه. ولا جبت ريه ولا ريك يعني. لكن بتنجان فلفل. الله. لا ده انت تجيب الطبق البتنجان والفلفل هنا. معلش تاخدي بقى صينيه الجلاش دي ورا هنا. ادي طبق البتنجان والفلفل هنا. دي جلاش؟ يا لهوي ده طعمه تحفه. البتنجان طعمه تحفه اقسم بالله. ده جلاش؟ جلاش لا بيتزا بيتزا بيتزا. بيتزا؟ بيتزا. ومحشيه. وبندلعه بنقول له جلاش. ماشي. ما هي بيتزا؟ لا انت صوتك لا بيتزا. بيتزا وبندلعه بنقول له جلاش. بيتزا اسم الدلع بتاعه. وجعانة قوي النهارده. ماما اعملي امبارح بقى جلاش. البيتزا. اعملي البيتزا مع جلاش. ايوه انا عايزه معلقه كده. هاتي من ورا كده. بصي من ورا. ايوه هي تشيل واحده كله يطلع معايا. عايزه بس واحده تشيل. انت كنت عايز تقطعها اكتر من كده. وصلها على الاخر. وصلها لتحت. على الاخر والله. استنى. خد يا سدلوكش. قاعد تبر على سدلوك. خد يا احمر هيك. طب حطي يا سمير انا بقولها اسمها. طب هات يا سمير. طب انا احط لكم فين يعني؟ هات يا سمير طبق. بس حطي لي الطبق. عاوزه البتاع يجيبها لك؟ بتاع ايه؟ القطاع؟ لا انا عاوزه الحته دي. فين؟ بابا ده كله. هات يا سيف. هات يا سوف. طبعا غلط. حته مين؟ طب انت عايزين اطباق تاني بقى. اليوم طبق صغير طبق كبير مش هيبقى. في طبقين هناك اهم. طبقين كبير. ده كبير. انا هجيب الاطباق. نعم. اللون. دي بتاعت سيف؟ اي حاجه. طب ناخد منك التاسف بعد اذنك. انت فين بتاع حرام فين يا عفيف؟ النادي دي الاكل النهارده تعب قوي. شغله مولعه. بس سيبك ما تضايقش. ما تضربش شويه سيف. اديك واحده. انا عايزه واحده. ما هو استنى اجيب لي الطبق. ماشي. انت ما تحط قدامك الرز ازاي؟ استنى بقى. سلمى انت عايزه دبوس؟ لا انا كل لعبتين بس.
طب كلي الحته دي، بس الحته الطريه دي. لا حته صغيره. طريه قوي جميل. ما تحسها حته دي كلها. خدي حط السمنه هنا الفرخه والبتاع بتاعتها الصغيره. خدي يا سمنه. اوكي. خش قول طب حطيها في طبقك وسيبيها. طب حطيها اهي اهي حطيها ورا اهي حطيها ورا. يلا يا قطي. لا هي متعبه يا بنت. سيف انت ما خدتش فراخ؟ عايز من الصدر ولا من الورد؟ اهو يا حبيبي. قرب عليا. بيتزا محشيه لحمه. بيتزا باللحمه. بيتزا باللحمه. شفتي كانت قبل كده وقلت لي الله البيتزا دي جميله قوي يا ماما. طيب انا عملت لك انا اهو. احلى بيتزا فيك يا ماما. ماما الله. واحد بقى عايز ياكل بس وناكل بقى الملوخيه تبرد. شويه الزبده على الجلاش. جلاش طعم حكايه والله العظيم اقسم بالله حكايه يا ولاد ورويه. تعالى ياسين كده شويه على اللي جايبه. اه عشان سمير اللي جاي. قلتني ولا لا قلتني ولا الراجل بتاع اللحمه ضحك عليك. شوف شوف شوف. اللحمه؟ الجزور. محمود؟ ليه؟ اداك اللحمه كلها سمينه. سمينه؟ لا انا جايبها كلها قدام حمرا. ما هو بياخدها حمرا بس بيجي يحفرمها يروح حاطط من اللي عنده. يمكن حطها بدل اصل في راجل تاني كان عايز لحمه مفرومه والاثنين كانوا محطوطين جنب بعض. يمكن بدل. عادي. دي لحمه مفرومه دي. يعني عيد اللحمه المفرومه اللي الثاني يعني اللبن. هو دي لحمه بس البيضة والحمص. الاكل حكايه النهارده ما شاء الله. كده؟ ليه؟ الرز ما ينفعش اسيبه. وشويه باذنجان. ربنا يستر. ربنا يستر عشان نروح ده ياكل ووراه مشوار عزا ولا يروح ولا يجي. اجر ولا فانتح. لا ايدي متعصى الزبدة وبتاع والدنيا صعبة شوية. ياسين لازم تخلص طبق ال لازم تخلص الطبق بتاع الرز كله. بس الناس ادتني. انا كمان. ميسا ادتني. شاطر. لا انت ادتني ادتني هو قال لي ميسا بتقول لها مش فاضي يا سلمى دلوقتي. انا غيب عيش عشان اكل الملوخيه بعيش والله ما هوطت الحين. اه انا كمان الرز طعمه ده. ده خط سمين. طب يلا يا رجاله يلا رجاله. شفتي بقى عشان هو ده اللي بقول لك عليه ما تاكلش الملفو قبل الفطور. قلت لي ما قلتلكش؟ قلت. طب ايه اللي رمضان. طب يلا عيد الكل يلا نزل ايدك من على اخوك كده وكل عيد. طب كل عيد. كل سنين. اه. كل يوم حبه مش مسحلول اقعد. ايوه يا عبد الله. مش قادر. قمت مش قادر؟ ايوه. ما لسه جايبه ست الموت قبل الفطار. عادي يا عبد الله. هناكل الجلاش. حط الطبق قدامك وكل. استنى. استنى. خد. قربي. والناس دايب. اكلوا ما خير منا. اه. تدري بقى ان ما بقاش في مكان اكل فراخ؟
لا انا لسه اكل فراخ واكل جلاش طعم حكاية. انا صرت جلاش يا بنت. هو 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 احنا بندلعها بندلعها. لا قولوها بنت بنت بنت. عندك كمان بنت بنت باللحم المفروم. والله البصل ده يا ولاد طعمه تحفه. سيب كده الطبق. لا بنت حطه وراك. لا شيل الفراخ. هات الفراخ اللي قدامي. لا لا بقى هاكل فيه. نضفه فيه؟ لا هاكل فيه يا بنت. طب ما تجيب لي لقمه كده عشان ناخد لنا درجتين ولا حاجه ملوخيه. هات اللقمه المقطوعه. لا اللقمه المقطوعه. هنقولها؟ سيب ما خدش زيها جلاش. طب كل الفراخ. طيب انت قلت جلاش ايه؟ ابدا. ايوه عشان المونيا. عشان لما المونيا بتفيد ايه؟ طب انت عشان شوفه خد احمد حصان خد شوف كلها كلها بقى ومش عارفين ايه. تمام جميل. يلا البيتزا دي حلوه قوي. يا ماما طب كلها على وشها على وشها كده. يلا دي بقى سمك انت. حرام. أنا بفكر كده. لا الأكل رهيب. مش قادر. أنت بتاكل ملوخية. أنا ما أحب أعرف الملوخية. أنا ما أحب خد بقى أنا ما أخد. أنا مش قادر أخد دلوقتي. لا. خليها في السحور. أنا جميل. تحفة. أنا عاوز أقول لك مش قادر. الأكل تحفة أوي. أنا مش قادر. أنا عاوز أقوم مش قادر. لا. الفراخ. هو عاوز أعرف إيه. عايز أخد التليفون. مش تليفوني دلوقتي. سير ما بتاكلش عشان مش هاكلك حاجه تانية قبل الفطار. لا هو عايز امسك الموبايل. الصبح سلمى؟ ايه بتاع صغري؟ حد يسمع تالف طبق. ليه؟ لا يا علا قلقني يا ماما. عاوز ياسين. طب ارجع اقول لكم الحمد لله برده ما فيش غير الاكل اللي على الارض. طب ليه؟ كم مره؟ بدل ما تشوف الحاجتين كلهاش اللي فاضل هتعمل ايه بالطبق؟ انا هحط الفيل بتاع احنا عارفين. بدي احسبه يقول هالطبق. طبق. طب ما تحطه في طبق اهو يا بابا. ومش عارف ياكل كده. رز. عندك لا ما مش قادر. مش قادر ياكل. لا والله. لا. لازم تاكل طبق الفراخ بتاعي. والنهارده في رز فاضة. في رز فاضة عند سيف وعندي انا. وعند سيدي. وسلمى. انا بتحرق امبارح كنت باكل كله. طب كل عشان انت ما اكلتش حاجة قبل الفطار. لكن رحت اكلت مولتو قبل الفطار. ليه ما كلتش حاجه يعني؟ يب عشان احنا عارفين ما تاكلش عشان تصوم. مين تاكل؟ لا بابا ما اظن اذن يعني. فاهم محتاج اكل ايه ولا ايه؟ بس ومش قادر يبطل اكل. شويه بتنجان وملوخيه والجلاش طعمه حكايه والرز. اه اكل النهارده كله تحفه. ومبارح. بيتزا بيتزا معلش معلش احنا بنتلخبط كده. احنا في الاكل النهارده سلمى صح؟ الله هنحطها في الجلاش جوه جبنه اسمه ده البيتزا. البيتزا مليانه جبنه جبنه شيدا. او تحس ان عامله زي البشاميل برضه. تحس ان عامله زي البشاميل صح؟ اما بص الجلاش طعمه حلو. استنى يا سلمى البيتزا. بص احنا هناخد براحتنا. انا كده كده مش هبتدي. خلاص انا كده. ما لسه لا بص دي. ده في الزوار والجول كنت عايزه اجيبها. بس خليها بقى اخر الليل. نبقى نقعد نستنى فيها كده ما بين الوجبتين.
يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك واللايك. جميل يا جماعه، يا ريت نقول كومنت، يعني عاوز الواحد يتقبله يبقى حاجه طبيعيه. يعني حد بيقول لك ايه ابتلت العروق، هو انت كنت عشان تطلع عروق؟ ما هو اصلا تمر، هو بلح باللبن على ايه؟ عشان احنا بنقول ثبت الاجر و... طب انتوا فين اللي بتطلط الروج؟ المفروض تفطر على تمر، ما هو اسامه راح باللبن. يلا هات اعمل معاكوا ايه؟ مش عارفه بص بقى حراتي حطنا لايك حلو لايك جميل يا حبايب قلبي كده، شجعوني شجعوا سيف اللي هو يسموه يا جماعه، عشان انا كده تعبت من سيف و... شجعوني وهضربه لما لا شجعوني انت اللي انا اقوم عشان اعمل اكل، والله العظيم مش قادر اتنفس. يا رب الملوخيه تخلص. بس انا عاوز اقوم بسرعه عشان انا عندي عزه، ولو قعدت تاني مش هاكل، هات هتنين ناكل، مش هروح حته. عزه انت بتبقى قدام زي اخرين الصبح، ما بحبش احط قدام حاجه. طب حكوا انا لما خلاص خلصنا اهو. لا دي مش هاكل، يلا اهو نطلع من هنا. هاكل ايه؟ استنى 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 لسه ما خلصناش. اقعد ده بقى، انت بقى اللي مضايقه ده ما بحبش احط قدام حاجه. كل يا سلمى يلا. انت فورت اللحمه كده ليه والجبنه كده؟ خد تعالى بصوا. لا كل اللي فيه كده وكل على بعض. هو جميل، بص كله جبنه ولحمه اهو. خد يا سيف الحبايب قلبي بالنظر في الاكل عجبك كده يا سيف؟ طعمه حلو نقطوه. سلام ليك تمام. يا بص قدام الطبق قد ايه عشان تكلم مولتو. انا هفرجك على المولتو. لا جلد يلا نخش الاشتراك واللايك. حلوه جميل كومنت جميل. وقلنا برضه نعمل اكل يا بابا. يا ريت اه. عمال اقول لسمين مش جايبين لنا مرته جايبين. يا كداب. يلا السلام عليكم.